مرحبا بكم معنا في فيديو جديد. فيديو اليوم رانا رايحين نهضروا على حوايج العيد تاع دراري صغار، واش نشرو واش نيفيتيو، النصائح قبل ما نشرو حوايج لولادنا سورتو اذا ما كانوش عندنا دراهم. اذا راكم حابين تشوفوا واش وجدت لكم الحوايج وحابين تسمعوا هذه النصائح، ما عليكم غير تشتركوا في القناه وتشوفوا الفيديو للاخير. اللي ما يعرفنيش انا صبرينا ونقدم فيديوهات على الحوايج، نصائح على الحوايج واي حاجه تخص المراه. راه جاي العيد ورانا عارفين بلي شهر رمضان شهر غالي والمصاريف رايحه تكون بزاف، وبيان سور حنا لي فامي الجيريان عندنا بزاف لي تراديسيون من بينهم انه نشرو حوايج العيد. هنا اذا رانا حابين نشرو حوايج العيد لولادنا ما علينا غير نتبعوا بعض النصائح قبل ما نشروهم. اولا اذا انت اختي عندك دراهم بزاف الله يزيد لك وشري لولادك واش تحبي. هذه النصائح مخصصه لاصحاب الدخل المحدود والناس اللي ما عندهمش بزاف الدراهم. دونك اختي العزيزه الى حابه تشري لولادك لازم تشوفي زوج صوالح، شحال من خطره بنتك ولا وليدك راهو رايح يلبس هذا اللبسه اللي راكي رايحه تشريها له. ثانيا اذا كان صغير بزاف ما كلاش نشري له 3 4 5 لبسات خاطرش راهو رايح يكبر، سورتو اذا انا امكانياتي الماديه محدوده. ثالث حاجه شوف اذا القيمه تاع القطعه هذه تناسب دخلي، والا اصلا القيمه تاع القطعه هذه راني قادره نجيب بها لوليدي ولبنتي اكثر من حاجه. قبل ما نروح نشري حوايج العيد لوليدي نروح للخزانه ونشوف واش يخصو واش يحتاج. اذا كان في ليكول وشنو هما الحوايج اللي تقدر تلبسهم ولا يقدر يلبسهم بزاف. نيفيتي كاريمون الحوايج اللي ما يتلبسوش، باغ اكزومبل هاد لي روب بومبي ولا هاد لي كوستيم اللي في العيد جينيرالمون نشوفو الناس شارينهم بزاف لولادهم، وهذا نسموه غاسبياج باسكو هاد الحوايج ماهمش راحين يلبسوهم في المسيد، واذا لبسوهم في المسيد ماهمش راحين يكونوا مقبولين، ما يناسبوش باسكو راهم حوايج حفله. اما الحوايج اللي يلزم نركزوا عليهم هما الحوايج اللي يتلبسوا دائما، يعني نشرو لولدنا ولا لبنتنا دي جين، ويا ريت لو يكونوا دي جين سامبل كيما هاد لي جين اللي راكم تشوفوا فيهم بليزيور كولور. البنات كاين لي جين كارغو اللي راكم تشوفوا فيهم جايين كيما صراول بارا، شابين بزاف وينفعوا البنات وعراض مريحين في المدرسه ومريحين كي تخرج بهم. الدراري كانا كيف كيف دي بونطالون اون جين كيما هذا سامبل كاع لي كولور كيما راكم تشوفوا فيه، مع دي جين كارغو باسكو راهم على مود ثاني للولاد كيما راكم تشوفوا فيهم. ايفيتيو بيان سور لي سيرفيت تاع سبور باسكو لي سيرفيت تاع سبور ماشي شابين بزاف فرانشمون، وعلى بالكم راهم على بالي بلي في الجزائر يحبوا يلبسوا بزاف رجال لي سيرفيت تاع سبور، مي انا فرانشمون نشوفهم مربوطين برك بجماعه محدده من الناس في الجزائر، يعني نشوفهم بلي ما عندهمش علاقه بزاف بالاناقه. اوكي نفهم في الويكاند يكونوا مريحين، بصح انك تشريهم لوليدك وتبعثيه بهم للمدرسه ما نظنش انها مناسبه، ولكن اكيد مناسبه انه ولا انها تروح دير بها سبور. الملابس الاخرين اللي نقدروا ننفيستيو فيهم لولادنا ويلبسوهم بزاف هما لي جوب طوال مع دي بول سامبل بويض كحل، دي جوب طوال كحل بويض ولا كاع الالوان على حسب اللاج تاع الطفله. باغ كونطخ الولاد ننصحكم دي بونطالون اون لان ولا دي بونطالون كور كيما راكم تشوفوا فيهم، ثاني يقدروا يروحوا بهم للمسيد ومريحين ويحسوا روحهم بغايه الراحه. وثاني نركزوا على لي بولو كيما راكم تشوفوا فيهم، لي بولو هادو ينفعوا بزاف مع الجين مع لي شورت، سا ديبون لا سيزون اللي راكم فيها. سواء سوسوا البنات ولا الاولاد مهمين جدا ومن الحوايج اللي نقدروا نلبسوهم كواك سوسوا في الصيف في الربيع في الخريف ولا في الشتاء. فيكو رانا في الربيع وبيان سور انا داخلين على الصيف، دونك نيفيتيو لي فيست ونيفيتيو اي حاجه سخونه، وهذا حيوفر لنا شويه درام باسكو جينيرالمون الحوايج تاع الشتاء هما اللي غاليين بزاف. راني رايحه نوريكم بعض الصور من ملابس متنوعه جبتهم من موقع تاع شيئان، يعني الاسعار تاعو معقوله جدا. ننصحكم انكم تدخلوا تشوفوا دي زيدي قبل ما تروحوا تشريو. باغ اكزومبل هاد الفساتين اللي راكم تشوفوا فيهم البنات يقدروا يكونوا شابين بزاف، لي روب كيما راكم تشوفوا مريحين انيقين وينفعوا بيان سور ليكول. اما الاولاد كيما راكم تشوفوهم هادو لي زونسومبل اون جين باسكو راه الجين بزاف على مود. ثم ثاني توفروا وقت وتوفروا انرجي باش كي تروحوا تشرو الحوايج تعرفوا واش تشرو لولادنا. دركا نروحوا لصبابط البنات عليكم وعلى لي شوسيور.
سبورتيف ولا اللي حب لا فيمينيتي في بتوع عليكم وعلى هاد صبابط ماري جين اللي راهم رجعوا بزاف. اما الاولاد عليكم وعلى لي كونفيرس لي باسكيت عاليين لي زاديداس راكم عارفين صبابط سبورتيف. لي ترابور ثاني يقدر يكونوا اون ايدي لي دو باسكو بزاف كونفورتابل. Par contre, نيفيتي و بيان سور صبابط كلاسيك باسكو ولادنا ماهمش رجال ما راهمش رايحين يخدموا في البيرو والبنات بيان سور طالون ما عندي ما نقول لكم راهم في الليسي في السيام ما عندهمش علاقه بالطالون. الطالون المفروض نلبسوه في الخدمه ما في الجامعه ما نظنش انه مناسب بزاف باسكو في الجامعه الناس يمشوا نسحقوا حاجه كونفورتابل. راني رايحه ندير فيديو اكثر على حوايج الدراري اللي نقدروا نشروهم في العيد. ماذا بكم نظن ديروا سبسكرايب اللي ما دارش واللي عجبو الفيديو استفد بهذه النصائح الخفيفه ما عليه غير يشترك بالقناه. تشاو ونشوفكم ان شاء الله في الفيديوهات الجايه.